بدايتي طبعا كانت صعبة لأنه كان عمري 6 سنين أما بلشت بمسرح بديعة مصابني، وأنا كنت بحب كتير الفن. بقى الصعوبة أنه كنت بالنهار بدي روح بالمدرسة أدرس، بعد الظهر أروح على مدرسة الرقص، وعشية طبعا أروح على المسرح وأرقص. وأنا طبعا كرقص شرقي كنت أخذ من سامية جمال، من تحية كاريوكا، من نبوية مصطفى، يعني أخذ منهم حركات وأروح على البيت أجربهم قدام مراية كبيرة. بس الله يرحمها بديعة مصابني قالت لي: يا ماريا، إذا بدك توصلي وتكوني فنانة كبيرة لازم تعملي شخصية لنفسك. بقى أنا دليت بالوقت طبعاً شوي شوي عملت شخصية نادية جمال. سافرت على أمريكا، مثلت لبنان ومثلت بعض دول عربية. وطبعاً لما رحت على أمريكا فوجئت إنه في مدارس عم بيعلموا رقص شرقي بطريقة نادية جمال، بس طبعاً لقيت إنه عم بيعلموا شيء غلط. بقى حبيت إنه صحح هالشي، بس قلبي كان بلبنان. بقى أنا بفضل إنه ضل نادية جمال وأرجع على أصلي، على تراثي وعلى الرقص الشرقي اللي نادية جمال طول عمرها قدمته للجمهور بفن مش بالتجارة. في فقر بالفن هلا، يعني اللي عم بيروحوا الله يرحمهم الفنانين الكبار طبعا ما في حدا بياخد محلهم، ولازم احنا نشجع الهواة، واحنا كفنانين لازم كمان نعلمهم نخليهم يوصلوا، لانه احنا كمان دورنا بده يروح. بقى اظني لازم يجوا ياخدوا محلنا. كل شيء بقوله صعب، بس بعدين شوي شوي بيصيروا، لأنه ما في فنان صار فيديت إلا مرق فترة وتعذب فيها ووصل. يعني أنا حابة أنه ما ياخدوا فكرة عن الشرقيين أنه إحنا ما عنا فن، بالعكس عنا فن، والفن بيطلع من بلدنا لبلاد برا وهم بياخدوهم وعم بيتطوروا فيه، بس عم بيتطوروا كتير وإشياء ما بتسوى.